أهلا بكم في ترند. إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تهيب المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من مكالمات احتيالية يجريها أشخاص من خارج مملكة البحرين مستخدمين فيها أرقام هواتف مختلفة من دون علم أصحابها الحقيقيين، حيث يقومون بالاتصال وطرح مجموعة من الأسئلة بدعوى أن المتصل يمثل أحد مراكز الأبحاث والدراسات. وأوضحت الإدارة أن هذه المكالمات عبارة عن عمليات احتيالية الهدف منها جمع معلومات لاستخدامها لأغراض مشبوهة، داعية إلى عدم التجاوب مع أي جهات مجهولة المصدر والاكتفاء بعدم الرد على الأسئلة المطروحة. كما يمكنهم الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 على مدار الساعة. انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يرصد موهبة نيجيرية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في كرة القدم. وأظهر الفيديو أن الموهبة النيجيرية صبي يدعى تشينونسو إيتشي عمره 12 عام ملقب بالطفل المذهل، ودخل موسوعة جينيس في المهارات الكروية الحرة بعدما حقق 111 ضربة متتالية لكرة القدم في 60 ثانية مع وجود كرة أخرى على رأسه. وقال إيتشي بأنه علم نفسه هذه المهارات، كما أنه يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم متميز عالمياً في المهارات الحرة والسفر حول العالم. عثر مصور ورحالة أسترالي على شجرة الحياة بحجم هائل في بحيرة على السواحل الشمالية لمقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد اسم شجرة الحياة، كون التشكيل اللي تكون داخل البحيرة يشبه لحد كبير شجرة عملاقة جداً بألوان ساحرة. أصبح لاي تشي واي أول رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 متر من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك، حيث استغرق أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي. وكان لاي قد تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، ولم يتمكن لاي البالغ من العمر 37 عام من الوصول إلى قمة برج نينا تاور اللي يبلغ ارتفاعه 300 متر، ولكنه نجح في جمع حوالي 700,000 دولار من أجل هدفه النبيل. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما تقدرون تتابعون برنامج ترند وباقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق PHTV and Radio. نلقاكم باشر في أمان الله.